لو عندك بدروم غرق واتملى متر ونص ميه هتعمل ايه؟ هقول انا لحضرتك هتستعين بتعمير للتشطيبات المعماريه. شركه تعمير للانشاءات والتشطيبات المعماريه مكانها مدينه العاشر من رمضان الحي 13، فريق عمل متكامل. دي صوره حيه وفيديو لبدروم اتملى بالميه بسبب ان الحوائط ما كانتش مبنيه بالخرسانه، ما كانتش مبنيه بالخرسانات ومبنيه بالطوب. هنتكلم معاكم في الفيديو مدته 13 دقيقة. شركتنا شركة تعمير للإنشاءات والتشطيبات المعمارية، وعنوانها مدينة العاشر من رمضان، مهندس هاني حمدي وشركاء، فريق عمل متكامل، أربعة من المهندسين الأكفاء على درجة عالية جدا. استعان بيهم الباشمهندس سيد في غرق البدروم بتاعه. هو الراجل ما استعانش بيهم في المباني، ولكن استعان بيهم في غرق البدروم بتاعه. البدروم لما غير زي ما حضراتكم شايفين، شو المياه خرجت من البدروم وجت هنا تحت السلم، متر ونص ميه بالظبط بسبب ان ماسوره ميه غرقت. دي صوره لاول فيديو للبدروم لما غرق، وادي الشاب واقف اهوت، دي اعلى مكان في البدروم. ليه؟ البدروم ماشي بميل على الاتجاه الخلفي لورا، الشاب غطسان اهوت في الميه، وادي مواتير الميه شغاله. الناس جم بثلاث مواتير ميه وبداوا ينزحوا الميه دي، طلعوها خرجوها بره بسرعه، وكان الكلام دوت طبعا ده اهمال من الشركه اللي بتدير الحي. الماسوره ضربت، فضلت 8 ساعات، الميه وقفت ورا البيت ومصورين ورا البيت برضو الميه واقفه، هدت الحيطه بتاعه الجار مش بتاعه البدروم. الناس فعلا عاملين الحوائط طوب اسمنتي للبدروم ده، ولكن بقوه ومتانه عالي قوي. الحيطه اللي بينهم وبين الجار، الميه دخلت تحت بيت الجار، ضربت تحت بيت الجار كامل، وهدت الحيطه اللي بينهم وبين الجار وغرقت البدروم. لذلك اما بقول لك لازم تسمع كلام شركه تعمير التشطيبات الانشاءات والتشطيبات المعماريه، وتعمل الحوائط خرسانيه. لو انت البدروم هيكلفك 100,000 جنيه زياده، ولكن انت الكسبان، صرف مجاري، ميه، اي حاجه تضرب بره، انت مالكش اي علاقه. بالرغم البدروم ده موجود فيه رافعه وفي خزان والناس عاملين احتياطات اللازمه، ولكن الميه جت كبيره جدا. يا ريتها ميه بس، ده الميه معاها اكتر من 15 متر رمل انجرف معاها. شايفين حضراتكم الردش والميه والحاجات جايه في البدروم تحت. شركة تعمير لها اكتر من عملنا لها اكتر من 15 فيديو او 20 فيديو انا عاملهم على القناة عندي من باب الدعاية المجانية لاخويا المهندس هاني حمدي وشركاه. الناس دي شغلها عالي قوي فوق ما تتخيل. انا نزلت لهم فيديوهات كتير عندي لان هم ناس محترمه واعزهم. وطبعا الباشمهندس هاني ده اخ وصديق من الناس المحترمه الواحد يعرفها، هو فريق عمله. دي صوره تانية كانت بالليل لما شلنا الميه الصبح، فضل حوالي 20 سنتي من الميه تانية بدات تسرد وتطلع من حضراتكم من الرمل. خدت بالك؟ ده هو زي ما حضرتكم فاضل 20 سنتي. جه بالليل فريق عمل تاني وبدأ، جابوا موتور تاني بالليل أكتر من ساعتين، وبدأ ينزح الميه اللي هم ال 20 سنتي على أساس البدروم ما تعودش فيه ميه أكتر وما يتسربش للحوائط وما تضرش إنشاءات. هذا الميه نازله من الحيطان أهي، وفي حيطه مكسوره. وفي أول الفيديو كان وريت لحضرتكم السرداب اللي بين الجار. شوف الميه، شايفين الرمل حضراتكم عامل إزاي؟ زي ما حضراتكم شايفين كده بالمنظر ده. ده كده شوفوا الميه كانت فين، متر ونص بالظبط. كل ده اتشال واتنزح، فضل 20 سنتي دول في البدروم كله ميه برمله وطينه، والحيطه اللي اتهدت طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهوت. ادي الصوره، وادي هتيجي الصوره دلوقتي على الحيطه اللي هي المكسوره. مش عارف الكاميرا تجيبها ولا لا، لو ما جبتهاش هتجيبها قدام. طبعا احنا وريناها لكم في اول الفيديو. البيت اللي جنب البدروم ده انضرب والميه فتحت فيه سرداب اكتر من 10 متر جوه البيت ده. خلاص كده احنا الفريق العمل خلص ونزح الميه، بدا يلم الرمله والطينه. اكتر من 5-6 عمال كانوا موجودين شغالين، ولودر موجود بدا يلموا الرمله. ده تاني يوم طبعا، لان الموضوع كان صعب وخد شغل كتير قوي اكتر من 10 ساعات. الميه خدت حوالي 4 ساعات نزح. ثم تاني يوم بدا يشيل الرمله، بدأ يشيل الرملة هوت. الرملة بتتراوح من 20 سنتي وأماكن فيها 40 سنتي من الرمل، أكتر من 15 متر اللودر طلعهم من المكان. شايفين الأرضية معمولة هليكوبتر، وده بيقول لك إن الأرضية معمولة صح وكويس جدا، ما سربتش مية كتير، كانت حافظة ميتها. البدروم برضو أنت ما بتعمله لازم تعمل أرضية بتاعته هليكوبتر، ده بيحافظ عليه كتير قوي قوي. شركة تعمير بنتكلم عنها، الفيديو أنا عامله من باب الناس، خدت بالكم شايفين اللودر شغال أهو حضراتكم، شايفين اللودر اهوت داخل، بس جبنا لودر صغير خالص عشان ما يدوس على الارضيه والارض ما تريحش.
شركة كبيرة قوي محترمة جدا، فريق عمل عندهم مباني، عندهم طوب، عندهم خرسانات، عندهم تشطيبات، بيشتغلوا شغل في أماكن كتير، خدوا شغل في 6 أكتوبر وفي العاصمة الإدارية الجديدة، بياخدوا مشاريع حكومية، ناس ما شاء الله الله أكبر عليهم في فريق العمل، عنده ضمير ودقة، مش أي حد يشتغل معاك حضرتك. تعمير للإنشاءات والتشطيبات المعمارية زي ما قلنا حضراتكم، الناس ما بيأثروش مع حد. فعلا لما تم الاستعانة بالشركة في غرق البدروم، الناس جريهم بالرغم ده مش تخصصهم، ولكن بيحافظوا على العملاء وبيحاولوا يؤدوا خدمة كبيرة للعملاء، وطبعا بأقل التكلفة. الأسعار والحاجات دي اللي عايز اتواصل مع الشركة، أرقام تليفونات الشركة، ولو حد عايز يكتب في الكومنتات ممكن يكلمني وأنا أوصله بمدير عام الشركة الباشمهندس هاني. وكان معانا في نظافة البدروم كان الإشراف مدير إدارة الحركة الباشمهندس حسام، الراجل كان واقف بنفسه من أول اليوم لحد آخر اليوم لحد ما البدروم خلص بأمان الله عز وجل. ودي تليفونات الشركة موجودة اهيت، اللي عايز يستعين بالشركة. بنعتذر ان الصورة هنا مقلوبة في الفيديو، ما قدرتش الصراحة ان انا اعدلها، بعتذر يعني. ادي في شغل ناس شغالة باللوادر والكواريك. ده احدى الشغل لشركة تعمير، طبعا انا بغطي على الصورة بتاعت الناس اللي بتشتغل احتراما ليهم. وبنقول اهلا وسهلا بكم تاني في تعمير الانشاءات والتشطيبات المعمارية مدينة العاشر من رمضان، وزي ما قلنا عنوان الشركة الحي 13، والشركة لها فروع في كل مكان، وزي ما قلنا حضراتكم كما شفتوا الخدمة زي اللي حضرتك شائع محتاجه، اي شيء محتاجه في الانشاءات والتشطيبات المعماريه من الالف للياء. الناس عندها مخزن ادوات كهربيه، عندها مخزن ادوات صحيه، عندها 5 بنايين موظفين في الشركه نفسها، عندها حوالي 7 عمال موظفين في الشركه. كل اللي انت بتحتاجه بيجيلك لحد بيتك بالظبط، وده شيء جميل جدا وباقل سعر، مش زي الناس اللي بتتكلم، لا ناس ما شاء الله والضمير والدقه في الشغل والاتقان. يعني اتكلم في الراجل لما بدرومه غرق الناس جريت عليه، ما قالوش لا ده احنا ملناش في الشغل ده، وجابوا فريق عمل من لوادر لمواتير مياه لكل اللي نفسك فيه للعمال، والحيطه اللي تهدد بين الجار والبدروم اتبنت، والموتور اللي هو بتاع المياه او الغطسه اشتغلت واتصلحت، والبير اتفحر، وكل شيء ما شاء الله. فريق عمل متكامل، مجموعه من الانشاءات والتشطيبات المعماريه، وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه عند تعمير الانشاءات والتشطيبات المعماريه اخويا المهندس هاني حمدي والمهندس حسام والمهندس احمد والمهندس ابراهيم ومجموع من فريق العمل، نقول مصطفى ومحمد حسام والاسطى جمال المحترم والاسطى سيد الحداد ورشه حداده، ونقول حسام، ونقول مين تاني يا جماعه، كل الناس المحترمه اللي انا شفتهم في الشركه دي، لان انا اسف مش حافظ اسماء الناس كلها، ولكن الناس كلها فريق عمل محترم كبير جدا. هتتابعونا على اليوتيوب والفيسبوك تعمير الانشاءات والتشطيبات المعماريه، اللي تابع الشركه على الانستجرام، على فيسبوك، على كل مواقع التواصل الاجتماعي هتلاقي الشركه موجوده عندك، تعمير الصفحه بتاعتها موجود، اللينك بتاع تعمير الانشاءات والتشطيبات المعماريه، وارقام التليفونات موجوده، واللي هيطلبنا في حاجه هنوصله باداره الشركه و مسؤول الدعاية والإعلان للشركة نوصله بيه. وحضراتكم طبعا الفيديو ده أنا عامله من باب الدعاية المجانية لأخويا المهندس هاني حمدي وأصدقائه. طبعا بتكلم في الفيديو الموقف ده أنا كنت حاضر فيه وشفته بنفسي، وكنت واقف معاهم من الألف للياء بالصدفة كده قدرا، وما شاء الله عجبني الشغل قوي. الناس ما قدرتش تدخل باللودر الا تاني يوم، عما شافوا الارض ان هي تستحمل، الحيطه اتبنت على طوبه ونص على اساس ان هو تبقى حيطه قويه اللي تهدد، اتردم حوالين البيت بالرمل، طبعا الميه اتشالت، الرمل اتشال وطلع بره،
كل ده مش بقول لحضرتك انت بتستعين بشركة خدمات، لا، الشركة بتقول لك خدمات رجال اعمال، عندهم مخزن ادوات كهربية، عندهم ورشة حدادة، عندهم ما شاء الله ورشة نجارة، بسم الله ما شاء الله، يعني نتكلم في كل نفسك فيه من الالف للياء في البيت بتاعك. تقدر تستعين بتعمير، لو دخلت على تعمير هتلاقي ما شاء الله، لو لفيت في العاشر من رمضان هتلاقي في كل مكان، هتلاقي لهم يافطة موجودة على بيت موجود وفيلا موجودة. وده بيقول لك ان الشركه ما شاء الله في ثقه فيها كبيره جدا من الناس اللي بتشتغل، شغلهم هو العنوان بتاعهم، هو اليافطه بتاعتهم، هو الدعايه بتاعهم. لما تدخل على الشغل وتشوفه اساسات يعجبك قوي، تقول جميل جدا، تشوفه مبني بالطوب تقول تحفه معماريه، تقول في التشطيب من بره المحاره تقول ما شاء الله على المحاره، تشوف الدهان بعد كده تلاقي اجمل واجمل، يعني كل خطوه بتلاقي فيها لمسه لشركة تعمير للإنشاءات والتشطيبات المعمارية. يا ريت حضراتكم هنا تستعينوا بالشركة وتتصلوا على أرقام تليفونات الشركة، انت تعالى وموجود هنا، انت أرقام مش التليفونات موجودة، الأربع تليفونات، أي حد هيرد على حضرتك هتلاقيه بيأدي لك الخدمة بتاعتك في الاستشارة. شرفنا بزيارة إدارة الشركة في الحي 13، وهتلاقي كل ما يسرك، بتشوف انت بيتك التصميم بتاعه على الكمبيوتر من قبل ما يتبني، بتشوف الديزاين اللي نفسك فيه، بتعرض عليك مجموعة اشكال مختلفة، يعني كل نفسك فيه هتلاقيه عند تعمير الانشاءات والتشطيبات المعمارية. بنشكر اخونا المهندس هاني حمدي والمهندس حسام والمهندس احمد والحاج ابراهيم، ناس محترمة جدا، ربنا يبارك للجميع ويرزق الجميع يا رب العالمين. وطبعا في صلة قرابة بيني وبين الشركة، وصلة عمل، وصلة حب في الله، وطبعا صداقة لأخويا المهندس هاني حمدي، يعني قرابة وصداقة، يعني ربنا يجمعنا دايما على خير في العمل الصالح. وانا حبيت اعمل الفيديو ده لان الغرق البيت ده كان حد يعني صديق مقرب ليا، فالناس ما اتاخروش، وطبعا ده واجب عليهم لان احنا بينا وبين بعض يعني حاجات كتير قوي تربطنا ببعض. بشكر كل المتابعين، يا ريت تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد المشاهدين ويستفادوا منه، وشير للصفحه بتاعتنا مصر الحضاره سلام رمضان، موقعنا على اليوتيوب مصر الحضاره سلام رمضان، شركتنا شركه استيراد وتصدير وتخليص جمركي، عندنا كل خدمات الشحن والتصدير والتخليص الجمركي، كل خدمات الشحن وتخليص الجمركي والشحن الدولي وتصدير موجود عند مصر الحضاره، وعنواننا في مدينة العاشر من رمضان. ادخل على اليوتيوب مصر الحضارة سلام رمضان، صفحتي الشخصية على فيسبوك سلامة رمضان، شركة استيراد وتصدير وتخليص جمارك. بنشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.